ولكن عزيز بنيج حبيبك نشوف. يحسب للأهلي وموسيماني لم يتأثر بالغيابات، يعني علي معلول العنصر المؤثر تماما في الجبهة اليسرى غايب منذ فترة، محمود وحيد اللاعب مكانه أصيب المباراة الماضية، حتى أيمن أشرف اليوم خرج مصابا في اللحظات الأخيرة، غياب كهرباء، هذه نقطة تحسب لموسيماني، عدم التأثر بالغيابات. عندما يكون عندك غيابات وازنة كتعوض بالتنظيم، واليوم مع بداية المباراة لاحظنا أن الأهلي سوف يقدم مباراة كبيرة، لماذا؟ لأنه يدافع 30 متر أو 25 متر بعيد عن مرمى، هذا أول شيء. أول شيء مهم جدا، هذا يعني أن عندك نيات للهجوم، وخلق فرص من البداية. لأن كما قلنا كتلة متقدمة، كتلة ممكن أن عندما تسترجع الكرة بسرعة أنها سوف تتحول وتوصل بسرعة إلى مرمى الخصم، وكل هذا يساعد الفرديات. دائما الفرد يؤدي دائما عندما يكون محمي من المجموعة ويكون داخل وسط مشروع. اليوم المشروع كان واضح جدا، خطوط متقاربة، الدفاع في الوسط في ككتلة متقدمة، التحول السريع والتحول بكثافة عادية، كل هذه الأشياء ساعدت الفرديات. عندما تشوف أفشا يسجل هدف، عندما تشوف مروان، عندما تشوف العديد من اللاعبين يتألقون، اليوم بدر بانون لم نحس بأنه عليه خطر ولا شيء، دافع لاعب أنيق لم أراه مرة واحدة نزل إلى الأرض، يعني هذا بيعطيك ثقة ويعطي للاعبين ثقة، وأن هناك أيضاً أضافة كبيرة للأهلي، منظومة اشتغلت بطريقة جيدة، ومنظومة عندما تشتغل بطريقة جيدة هذا يعني أن المدرب هيأ مبارته بطريقة جيدة باختيار الطريقة الأنسب، المجموعة الأنسب، وخصوصا ايضا العقليه الانسب لبدايه المباراه. لا اظن بان الاهلي اليوم فاز بمباراه تاريخيه، لان لم يسبق له ان فاز في الكونغو امام فيتا كلوب ولا فريق مصري، يعني هذا يكسر هذا الحاجز، وهذا شيء مهم ايضا. بعيدا عن التفاصيل الفنيه والاغراق فيها اللي كلها بتنصف اداء الاهلي فنيا، يهمني ثلاث جمل الاخرانيين. الاهلي منظومه، مدرب جهز فريقته بالشكل المناسب، فوز تاريخي، هو ده اللي بتخرج بيه من مثل هذه المباراة. الإغراق في التفاصيل الفنية طبعا بيبقى بيهم المختصين أكتر، لكن الجمهور وأنا وحضرتك لما بتحاول لجمهور بنحب نسمع الخلاصة اللي بتتقال في الآخر دي.